امبارح كان في عقد مهم جدا من عقود رعاية النادي الأهلي مع بنك أبو ظبي. أبو ظبي الأول مصر، ومن قبله كانت اتصالات مصر، وتتوالى عقود رعاية الأهلي وامتيازاته، عشان كده فيها تفاصيل كثيرة. يسعدنا يكون معانا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير عليك يا كابتن عدلي، ومساء الخير على مشاهدينكم الكرام. أهلا يا دكتور سعد، اتفضل. تليفونك مشغول يا دكتور، واضح من بدري مقفول ان انت ما زلت مشغول برضه. في الحقيقه والله انا فعلا كان عندي شغل وسرحت فيه فعلا، ولسه مخلص دلوقتي حالا. الله يكون في العون. الله يخليك. الناس بعد عقد امبارح تساءلت ماذا بعد؟ ايه اللي حصل امبارح واللي جاي ان شاء الله؟ يعني زي ما حضرتك تفضلت مشكورا يا استاذ ابراهيم، احنا كان عندنا امبارح توقيع العقد الثاني لرعايه النادي الاهلي مع بنك ابو ظبي الاول، وده في الحقيقه واحد من الشركاء الاستراتيجيين، وده اول مشروع رعايه يدخل فيه بنك ابو ظبي الاول في منطقه الشرق الاوسط. وهو البنك يمكن كان زي ما الجمع الحضور كان بيتابع ان رئيس مجلس اداره البنك الاستاذ محمد عباس كان عرض استراتيجية البنك، وان البنك عنده رؤية في التوسع في منطقة الشرق الاوسط باعتباره واحد من البنوك اللي بتمتلك واكبر اصول مالية يمكن تتجاوز 300 مليار دولار، ودي اصول ضخمة جدا، وانه عنده رغبة في التوسع، وانه هو عايز يتوسع داخل الاسواق العربية وايضا القارة الافريقية، فكان لازم يبحث عن علامة تجارية قوية تستطيع ان هي توصله بالاسواق دي. وهو وقع اختيار البنك على ان افضل علامه يمكن ان يتحقق له اهدافه التسويقيه كانت علامه النادي الاهلي في الحقيقه. ويمكن هو كان برضه متفهم القدرات الماليه والخدمات البنكيه اللي بيتمتع بها النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيمارس على مدار اليوم وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنه عمليات بنكيه، سواء من خلال جداول المرتبات اللي بيتم تحويلها للبنوك اللي صرفها من خلال البنوك المالية، عندنا أيضا عقود تجارية يتم تحويل مستحقاتها ما بين البنوك وبعضها البعض، وبالتالي دي بتقدم فرص استثمارية للبنك، عندك طرق دفع وطرق خدمات تمويلية لخدمات العضوية، وبالتالي تلاقي أن أفضل استثمار يمكن أن يستثمره في سوق الرعاية كان مع النادي الأهلي. الجزء المهم أيضا يمكن الجماهير العريضة اللي بتتابع كرة القدم المصرية بشكل عام وكل أشكال الرياضة اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه، كان في بيتساءلوا الفتره اللي فاتت هو ليه الاهلي بياخد اكثر من الانديه الاخرى. يمكن دي ايضا كانت واضحه جدا في كلمه الكابتن محمود الخطيب، اذا كنت ترغب ان يكون لديك فرصه في الاستثمار فالنادي الاهلي هو جاذب للاستثمار، وده مفهوم جديد في الحقيقه بيتحط في سوق الرعايه المصريه. البعض بيفهم الرعايه على انها فعل خير او عمل خيري او تبرع أو إلى خلافه، ده لم يعد موجود في عمل الرعاية في الحقيقة منذ فترة كبيرة. الرعاية قايمة على عائد على استثمار، وبالتالي عندما يدخل قطاع البنوك يبحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة. هذه الفرص زي ما أنا ذكرت جزء منها سواء كانت بتتحول في جدول رواتب، أنت عندك أعلى جدول رواتب ما بين مختلف أندية القارة الأفريقية، يمكن إحنا عندنا مرتبات يعني جدول رواتب شهري بيتم صرف مرتبات من خلال قطاع البنوك بتتجاوز ال 50 مليون جنيه كل شهر. انت عندك ايضا تحصيل اشتراكات وايضا رسوم بيتم، كلها دي عمليات بتقوم على الخدمات البنكيه، وبالتالي عندك فرصه للاستثمار وتحقيق عائد ايضا. يمكن شفنا التطابق، يمكن احنا كنا بنعرض امبارح في البنك التطابق، ده مهم جدا. اي علامه تجاريه بتخش تتشارك مع علامه تجاريه، الشرط الاول للنجاح في الاستثمار هو التطابق ما بين العلامتين. البنوك تمتلك عملاء، وايضا النادي الاهلي يمتلك ايضا جمهور، وهذا الجمهور بيمثل للبنوك وايضا مرشحين لان يكونوا عملاء في قطاع البنوك، وبالتالي في تماثل ما بين العلامتين. الثقه المتبادله، يجب ان تكون واثق في الفوز كما انك يجب ان تكون واثق في الربح مع قطاع البنوك، فعندما تبحث عن الفوز لن يجد غير النادي الاهلي لانه الاعلى في القاره الافريقيه في الحقيقه وكل الارقام والحقائق الرقميه. ويمكن ده احنا حتى في كلمة كابتن محمود مشكورا لما عرض في كلمته قال احنا كنا قبل الاحتفال بيوم واحد كان لدينا ايضا حدث سعيد، اننا كنا نعرض على الجمعية العمومية الموقرة للنادي الاهلي الاداء المالي خلال سنة مالية كاملة على جمعيتنا العمومية الموقرة،
أداء مالي بلغ ميزانيته 3 مليار 87 مليون جنيه بفائض تجاوز ال 149 مليون جنيه، وده بيعكس قوة الأداء المالي. عشان يبقى عندك أداء مالي قوي بهذا الشكل تحتاج أيضا إلى خدمات بنكية قوية لخدمة هذه الميزانيات الضخمة اللي موجودة. كمان عندك استثمار في بنية تحتية، يجب أن تكون البنوك شريك استراتيجي لك في عمليات الاستثمار، وتستطيع أن تقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الاستثمارية أيضا الضخمة، ويمكن كان أهمها التجمع نادي الأهلي في القاهرة الجديدة. ويمكن أنا حتى ما عدتش بميل كتير لأن احنا نستخدم فروع، ولكن وفقا لنص القانون هي اسمها فروع، لكن أنا بميل إن نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، لأن نادي على 50 فدان ده ما بيحصلش، ما حدش يقدر يعمل البنية التحتية على 50 فدان بنادي كامل بمنشآت كاملة بهذه المستويات من الجودة بهذه القيمة من الاستثمار، وأقدر أسميه فرع. ده نادي بحجم ضخم جدا جدا، فأعتقد إن ده كان واضح قدام البنك أبو ظبي الأول، وكان عنده ثقة كبيرة في إنه قادر على أن يحقق أرباح من خلال الشراكة الاستراتيجية مع النادي الأهلي لصالح عملائه وأيضا صالح جمهور النادي الأهلي. في الحقيقة أنا كنت سعيد جدا بالكلمة اللي قالها الأستاذ محمد عباس رئيس مجلس الإدارة، بأن بنك أبو ظبي بيمتلك أكبر أصول مالية في منطقة الشرق الأوسط 300 مليار دولار، ونحن أيضا بالإضافة لأصولنا الضخمة هي الأكبر على الإطلاق ما بين كل أندية القارة الأفريقية، يمكن ذكرناها بالأرقام والحقائق، نادي الشيخ زايد على 129 فدان، نادي القاهرة الجديدة على 50 فدان، نادي مدينة نصر أهلي مدينة نصر على 50 فدان، المقر الرئيسي في الجزيرة على 19 فدان، عندك ثلاث مقرات هي ملكية كاملة لأعضاء الجمعية العمومية الموقرة، لكن أنت كمان عندك أصل لا يمكن أن يقدر بمال، لا يمكن أن يقدر بمال، وهو جمهور كبير وعظيم في كل أرجاء المعمورة. أعتقد أن هذا هو أهم أصول النادي الأهلي، ولا يستطيع أحد أن يمتلك مثل هذا الأصل، وولاء هذا الأصل هو الأعلى قيمة سوقية ما بين مختلف الأندية. ده برضو دي قيمة ما حدش قادر يستوعبها، عشان كده النادي الأهلي بياخد القيمة الأكبر، بياخد القيمة الأعلى، عنده ما بين كل فترة وفترة زيادة مضطردة في قيمة حقوقه التجارية ضخمة جدا، وبالتالي لن يستطيع أحد أن يكون في مقارنة مع النادي الأهلي، لأنه لا يمتلك من الأصول، سواء كانت الأصول البنية التحتية بتاعته ومقراته، أيضا أصوله المرتبطة بجماهيره، أصوله أيضا في جمعيته العمومية. النهاردة أنت حضرتك عندك الرقم اللي اتقال في الجمعية العمومية من لهم حق الحضور هم 187,775 عضو، أعتقد أن مفيش 187,775 عضو لهم التصويت في جمعية عمومية، دولت بيعكسوا 187,000 أسرة أيضا تضرب في متوسط أربعة، يعني عندك عدد من الأعضاء داخل النادي الأهلي بيستمتعوا بخدماتهم تجاوزوا 800,000 بيشتروا من منافذ، أيضا بيدفعوا رسوم اشتراكات، كل دي ثروة كبيرة وضخمة للنادي الأهلي لا يمكن أن يقارنها أي أحد بالنادي الأهلي.